ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، ما هي نتيجة هذه المطاردة ما بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع؟ ريهام، الجيش السوداني بات يحقق انتصارات في محاور بالعاصمة الخرطوم، خاصة محور مدينة أم درمان. مدينة أم درمان شهدت معارك كبيرة جدا في منطقة الدوحة التي هي أحد الأحياء من أم درمان القديمة، وقام الجيش بالسيطرة على منطقة الدوحة. بهذه السيطرة استطاع الجيش التقدم غربا على مدينة أم بدة. مدينة أم بدة هي مدينة كبيرة جدا وبها سيطرة لميليشيا الدعم السريع، ولكن تغخرت نتيجة العمليات العسكرية البرية وأيضا القصف المدفعي والقصف بالمسيرات للجيش السوداني. الجيش السوداني حضر منطقة الراشدين، أيضا هي منطقة كبيرة تقع في أم بدة، وأيضا حضر الحارة الثامنة. هذه الحارة غريبة جدا إلى سوق ليبيا، حال سيطرة الجيش على سوق ليبيا يكون قد وصل منطقة يعني مهمة جدا لانتشار الميليشيا الدعم السريع، ويستطيع ان يقطع الامداد الذي ياتي من ولايات دارفور ومن ولايه شمال كردفان. ايضا اليوم في عمليه نوعيه كبيره الجيش استطاع ان يستولي على مخزن ضخم جدا للذخيره. هذا المخزن رهام يتكون يعني من مضادات للطيران وكذلك الهاون 120 الذي كان يقصف بها الدعم السريع الاحياء السكنيه في منطقة الثورة وأيضا في منطقة أم درمان القديمة. الجيش من قبل قام بتحرير عدد كبير جدا من المدنيين، بهم نساء وأطفال وكبار سن عجزة كانوا محتجزين قسريا في دار تقع في منطقة أم بدة الراشدين، والحمد لله الجيش قام بعملية كبيرة جدا بتحرير هؤلاء الذين كانوا مأسورين قسريا. أيضا الدعم السريع نكل بسكان منطقة أم بدة ومنع الكثير منهم الخروج من المنطقة حتى يستخدمهم دروع بشرية، لكن انتصارات الجيش التي تمت اليوم سيعززها الجيش بتقدم كبير جدا طالما سيطر على مناطق مهمة جدا في منطقة أم بدة. أيضا الجيش السوداني حقق انتصارات في شمال الخرطوم بحري وتمدد شمالا حتى منطقة الكدر، وكذلك تمدد شمالا حتى منطقة قريب لمنطقة أبو حليم. الجيش يضع إلى السيطرة على مصفات الجيلي اللي تقع شمال الخرطوم بحري، أيضا حال سيطرة الجيش على منطقة مصفات الجيلي. يستطيع الجيش أن يصله إمداد كبير جدا من ولاية شمال من ولاية نهر النيل اللي تقع شمال العاصمة الخرطوم. الانتصارات التي حققها الجيش السوداني بالتأكيد تعزز موقفه في الهجوم على مواقع أخرى في وسط الخرطوم بحري، وأيضا الجيش يضع إلى الدخول إلى مدينة الخرطوم عبر جسر الكوبر وايضا عبر جسر النيل الازرق. بحال سيطرة الجيش على منطقة الخرطوم يستطيع ان يدخل الى منطقة الخرطوم، ويستطيع ان يختلف ايضا من مناطق سيطر عليها الجيش يسيطر عليها الدعم السريع في منطقة وسط الخرطوم. شكرا جزيلا لكم عثمان الجندي، كنت معنا من أم درمان مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.